صباح الخير. صباح الخير لكم مستمعينا أينما كنتم، نحييكم في هذا الصباح وابتدى لقاء فلسطين. صباح الخير. صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العلي إلى الأعلى، ويا أرضا عشقنا رملها والسقح والشفقان والسهلة. صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العلي إلى الأعلى، ويا أرضا عشقنا. أجمل وأرقى تحيات لكم مستمعينا أينما كنتم، نحييكم في هذا الصباح وابتدى لقاء فلسطين. صباح الخير لهذا اليوم، أتمنى لكم متابعة طيبة، مجموعة من القضايا، الملاحظات، الشكاوى التي تصلنا تباعا لبرنامج فلسطين صباح الخير، متابعة شاملة لهذه القضايا والملاحظات لدى جهات الاختصاص للبحث دائما عن الحلول. وأنت الخير يا بلدي يا بلدي، ترابك طهور مصنع وماءك من دم. وبالإمكان المشاركة، الاتصال والتواصل معنا على أرقام الهواتف 02-295-82-02-294-89 و02-297-9762. حماس الخالق المولى خير يا وطنا. مجموعة أيضا من الفقرات والزوايا الخدماتية نقدمها لكم من خلال برنامج فلسطين صباح الخير، لنتعرف أكثر على حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم والأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، أبرز الفعاليات والحوادث التي تعاملت معها طواقم الإدارة العامة للمرور وطواقم الدفاع المدني. إذن نتابع وإياكم برنامج فلسطين صباح الخير وعلى الهواء مباشرة حتى تمام 11. وفوق جبينك الأسمر رأيت المجد والفخر. أنقل لكم تحيات فريق العمل لهذا الصباح، تحيات من وسام حمد في الهندسة الإذاعية. يسعد صباحك وسام. بلوعة حرة. مدحت جبارين في المكتبة الموسيقية. رشا الترتير ومحمد أبو ظاهر في الإعداد والمتابعة. معكم على الهواء مباشرة ريما الجمرة. في حبك نكبر جنودك، احنا بنفس الفريق، ايد بايد لا يوم نتحرر، شباب ماشيين نفس الطريق. جيل جديد في حبك نكبر جنودك، احنا بنفس الفريق، ايد بايد لا يوم نتحرر، شباب ماشيين نفس الطريق. تربيت على حبك ما تخليت عن دربك، ما بنتنازل ما بنتخازل، بوقت الضيق ماشيين عدرب الحرية، راجعين بأرض وهوية، شرف وعز وحامية أخو رفيق. والبداية مع دائرة الأرصاد الجوية، نتعرف أكثر على حالة الطقس لهذا اليوم والأيام القليلة القادمة مع الراصد الجوي أشرف جمعة. صباح الخير. صباح الخير ريما، وصباح الخير لجميع السادة المستمعين. أهلا ومرحبا بك، بتفاصيل الحالة الجوية لهذا اليوم. نعم، هي اليوم منطقة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار، أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة ومغبرة خاصة في ساعات الصباح.
انخفاض ملموس على درجة الحرارة خلال ساعات نهار اليوم. يصبح الجو باردا نسبيا، تسقط بإذن الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا. الرياح جنوبية شرقية لجنوبية غربية نشطت بسرعة مع هبات قوية، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مأج. يوم الثلاثاء أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة وباردة نسبيا مع انخفاض آخر على درجة الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار الغزيرة أحيانا على مختلف المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد. الرياح جنوبية غربية لشمالية غربية معتدلة نشط السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج. بالنسبة ليوم الأربعاء يكون الجو غائم جزئيا وبارد نسبيا، يصل ارتفاع طفيف على درجة الحرارة، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق. الرياح بتكون جنوبية غربية لشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. بالنسبة ليوم الخميس أجواء غائم جزئيا وبارد نسبيا، يمير جو الاستقرار، حيث يتوقع أن تكون درجات الحرارة يعني تبقى أدنى معدلات السنوية العامة، ولكن الرياح بتكون شمالية غربية لشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ويوم الأربعاء يطلع ارتفاع طفيف على درجة الحرارة. يوم الجمعة يطلع ارتفاع طفيف على درجة الحرارة. هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين أيام الاثنين والثلاثاء من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية ومناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح ومن شدة العواصف الرعدية ومن تدني مدى الرؤية الأفقية. بالنسبة لدرجة الحرارة المتوقعة العظمى لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة في مدينة القدس تكون عظمى 21 درجة مئوية والصغرى 13، في رام الله والبير من 20 إلى 12، نابلس من 22 إلى 14، جنين من 25 إلى 15، الخليل من 20 إلى 12، وفي أريحة من 29 إلى 18، وفي طول كرم وقلقيلة من 26 إلى 16، وفي غزة وخان يونس من 25 إلى 17، وأخيرا في رفح تكون عظمى لهذا اليوم 26 درجة مئوية منخفض لين 16 درجة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. والله تعالى دوما أعلى وأعلم. شكرا جزيلا لحضرتك الرصد الجوي أشرف جمعة، كنت معنا على الهواء مباشرة. يسعد صباحك. أحميها الحمار واحميهم، لسان الحمام رايات الحمام ايديهم. كل ما يجن جنون، كل ما تغفى عيون، بتسهر على الحمام وعلى حدود الحمام عينيهم. نتواصل على الهواء مباشرة من صوت فلسطين وبرنامج فلسطين صباح الخير إلى الإدارة العامة للمرور. معنا من هناك الملازم فراس شتية. صباح الخير إليك سيد فراس. صباح الخير لك، صباح الخير للمستمعين الكرام. أهلا ومرحبا بك. بتفاصيل طبعا الفعاليات والحوادث التي تعاملت معها طواقم الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة الماضية. فعاليات إدارة المرور وحوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية: فحص 438 مركبة، تحرير 319 مخالفة، تنزيل 7 مركبات عن الشارع لعدم استيفاء للشروط القانونية،
من أجل إعادة تأهيلها وتشغيلها مرة أخرى. إتلاف 28 مركبة، مركبات غير قانونية غير مسجلة بدوائر السير والتقييس، مركبات مشطوبة. عجز 24 مركبة للتأكد من قانونيتها أو عدمه. سجل لدينا خلال 24 ساعة الماضية 24 حادث، 16 حادث إصابات جسدية، 6 حوادث ضرر مادي، 7 حوادث دهس معابر طريق. نتج عن هذه الحوادث 31 إصابة، 26 إصابة بسيطة، 5 إصابات متوسطة. عزيزة السائق، لتحافظ على نفسك وعلى من معك في مركبتك ومستخدمي الطريق والمشاة، توخى الحذر أثناء القيادة حتى يلطف الله بالقدر المكتوب، ولا تنسى أنك تحمل أمانة الحياة معك. المركبات وسائل للنقل وليس أدوات للقتل. لا تطفئ بسمة محبيك بحادث سير. نتمنى السلام العام للجميع، مع تحيات إدارة المرور. دوما نتمنى السلام للجميع، ونؤكد أيضا على ضرورة الالتزام بقوانين وقواعد المرور لتفادي الحوادث والإصابات. شكرا جزيلا الملازم فراس اشتياق، كنت معنا على الهواء مباشرة من الإدارة العامة للمرور، يعطيك ألف عافية، شكرا لك. حنا رجالك يا الوطن، إلنا ما تنحني هاما، حنا جنودك في المحن، نخوى بطولة وكرامة، والله نتواصل على الهواء مباشرة وبرنامج فلسطين صباح الخير إلى العلاقات العامة والإنسانية في الدفاع المدني. معنا من هناك الأخ محمد يعقوب، صباح الخير. يسعد صباحك أخت ريما وجميع أسرة برنامج فلسطين صباح الخير، وأيضا جميع أخواننا المستمعين. يا هلا بك أخي محمد، بتفاصيل طبعا الفعاليات والحوادث التي تعاملت معها طبقم الدفاع المدني خلال 24 ساعة الماضية. نعم، أبرز ما تعاملت معه الطواقم وتم رصده وتسجيله في عمليات الدفاع المدني كان التعامل مع 17 حادث. من هذه الحوادث كانت 11 حالة إطفاء وحوادث حرائق، وأيضا 6 حالات تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ. وأبرز هذه الحوادث صباح اليوم، كان هناك وفاة المواطن عمر غياضة في حادث سير اصطدام مركبته بشجرة وسط الشارع في مدينة بيت جالة بمحافظة بيت لحم، وأيضا إنقاذ وإسعاف عامل بناء سقط عن مبنى قيد الإنشاء في مدينة دورة غرب الخليل، بالإضافة إلى أن الطواقم تمكنت من معالجة تسرب غاز منزلي من الأسطوانة في أحد المنازل ببلدة الجيب شمال القدس. وأيضا فجر هذا اليوم تم تقديم المساعدة في إزالة ورفع أنقاض من كتل إسمنتية وأعمدة شكلت خطورة على منازل المواطنين في مخيم قلمجة شمال القدس، بعد أن فجر جيش الاحتلال 3 منازل فجر هذا اليوم، ما أدى إلى تساقط الكثير للأعمدة وممتلكات المواطنين، وأيضا الكتل الأسمنتية التي كانت قريبة جدا من منازل المواطنين، ما شكلت خطورة على المنازل المجاورة وعلى المواطنين القاطنين في تلك المنازل. فلا تزال الطواقم متواجدة لغاية هذه اللحظة داخل مخيم قلمجة تتعامل مع الحالة وتؤمن المواطنين سواء داخل المنازل وأيضا جنبا إلى جنب بتكاتف الأيدي مع المواطنين. وأيضا عملت الطواقم خلال يوم أمس على إنقاذ طفل محاصر عالق داخل منزل ذوي في مدينة جنين نتيجة تعطل الباب الرئيسي للمنزل. على صعيد أبرز الحرائق التي أخمدتها الطواقم، كان هناك حريق لأربعة منازل في حوادث منفصلة،
هذه الحوادث كانت في مخيم قدورة بمدينة البيرة، وأيضا شرفة منزل في حي أم الشرايط بمدينة البيرة أيضا، واحتراق مطبخ منزل في بلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم، إضافة إلى احتراق غرفة النوم في أحد المنازل بشارع المغطس في مدينة أريحة. كانت هذه أبرز الحرائق والحوادث التي تعاملت معها الطواقم، وخصوصا أننا دائما طبعا نذكر المواطنين بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من وقوع تكرار الحوادث، خصوصا أننا على موعد مع حالة عدم الاستقرار الجوي وتغيير على درجات الحرارة ما يؤدي إلى تصفق الأمطار وأيضا قوة وسرعة الرياح. فندعو المواطنين إلى أخذ كافة التدابير الوقائية اللازمة للحد من وقوع تكرار الحوادث، ونؤكد أيضا على ربات المنازل والأهالي الانتباه إلى الأطفال والفتيان داخل المنازل وتجنب عبثهم بمسببات الحرائق، وأيضا أو لهوهم وعبثهم أيضا بالمواد القابلة للاشتعال سواء داخل المنازل أو خارجها. وندعو المواطنين كافة إلى أخذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع تدفق المياه إلى المنازل ومعالجة أي طارئ قبل تساقط الأمطار وقبل دخول المنخفض الجوي. وأيضا ندعو السائقين إلى تفقد المركبات وقيادة المركبات بالسرعة المحددة وتجنب التجاوزات الخاطئة والسرعات الزائدة، وأيضا تفقد لأسطوانات الغاز داخل المنزل وخارجه وخطوط توزيع الغاز والخط الوصل ما بين جهاز الغاز وأسطوانة الغاز ومعالجة التالف فيه إن وجد، ومعالجة التصرف أيضا مستخدمين المياه والصابون لتأكيد فاعلية هذه الأجهزة من باب السلامة والوقاية سواء داخل المنازل أو خارجها، مع تمنياتنا دائما لكافة المواطنين بالسلامة والأمان. نعم، أتمنى دائما بالسلامة للجميع. شكرا جزيلا محمد يعقوب، كنت معنا من العلاقات العامة والإنسانية في الدفاع المدني وعلى الهواء مباشرة، يعطيك ألف عافية، شكرا لك. شباب فلسطين في بلعواد الدفاع في الدورة عالم فاع واستشهد فيها الفلاح قط السنج في البركين في بلعواد الدفاع في الدورة عالم فاع واستشهد فيها الفلاح قط السنج في البركين نسرهم تبعو التسين وحنا شباب فلسطين شبابك فلسطين يو بتوقع البيت مريم تسمع شرع البراكين ومشينا تمشيني قالوا صواد الدفاع يو بتوقع البيت مريم تسمع شرع البراكين ومشينا تمشيني قالوا صواد الدفاع تسرهم تبعو تسرين احنا شبابك فلسطين نتواصل على الهواء مباشرة وبرنامج فلسطين صباح الخير إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، حيث جاءت مع بدء التداول المصرفي لساعات صباح هذا اليوم على نحو التالي: الدولار الأمريكي 3.88 أجورة سعر الشراء، وأما البيع 3.90 أجورة. الدينار الأردني 5.48 أجورة وسعر البيع 5.50 أجورة. اليورو الأوروبي 4.18 أجورة سعر الشراء وسعر البيع 4.20. وأخيرا الجنيه المصري 49 أجورة سعر الشراء و49 سعر البيع. إذن نتواصل مستمعينا، بالإمكان المشاركة الاتصال والتواصل معنا، طرح أي القضايا الملاحظات لديكم على أرقام الهواتف 02-295-8-02-294-89-9 و02-297-9-7-6-2. نتابع طبعا القضايا الملاحظات الشكاوى التي تصلنا لبرنامج فلسطين صباح الخير لدى جهات الاختصاص، ونبحث دائما عن الحلول. إذن نتواصل حتى تمام 11 على الهواء مباشرة. أنا بتنفس حرية ما تقطع عني الهواء.
الهوى لا تزيدك كتير علي أحسن ما نوقع سوا أنا بتنفس حرية ما تقطع عني الهوى لا تزيدك كتير علي أحسن ما نوقع سوا ما بتقدر أبدا تلغيني بدك تسمعني وتحكيني ما بتقدر أبدا تلغيني بدك تسمعني وتحكيني وإذا فكرك عم بتداويني مش هيدا هو الدواء أنا بتنفس حرية ما تقطع عني الهوى ولا تزيدك كتير علي أحسن ما نوقع سوا نتواصل على الهواء مباشرة من صوت فلسطين وبرنامج فلسطين. صباح الخير، أرحب بالمقدم مصطفى دوابشي مدير شرطة معبر الكرام. صباح الخير إليك سيد مصطفى. صباح الخير لك وأخت ريما، صباح الخير للأخوة المستمعين جميعا، يسعد صباحكم. أهلا ومرحبا بك. هل من تعديل على ساعات عمل معبر الكرام خلال هذا الأسبوع؟ وكيف تصف أيضا حركة المعبر في كلا الاتجاهين مع بداية هذا الأسبوع؟ نعم نعم أخت ريما، حركة المعبر حركة متوسطة أو أقل من المتوسطة نسبيا. دائما في الشهر الحالي في كل عام تشهد الحركة انخفاض ملموس وكبير مقارنة بالأشهر بأشهر الصيف والأشهر السابقة. في الأسبوع الفات كان لدينا ما يقارب 21 ألف مسافر ما بين مغادر وقادم. تقريبا الأسابيع الماضية كانت الإحصائية الأسبوعية في حدود 20 ألف بالنسبة للمواطنين، أي تتكلمين عن ما يقارب 100 ألف مواطن طوال الشهر يتوقع أن يكون عددهم. نستطيع وصفه أنه عدد متوسط، ليست أعداد كبيرة، ولكن كما أسلفنا هي أعداد متوقعة بالشهر الحالي بشباشر الشتاء. نتوقع أن تنشط الحركة في الأسابيع القادمة مع بدء موسم العمرة وتوجه المعتمرين إلى الديار الحجازية، ولكن يبقى الوضع مقبولا. بالنسبة لحركة المعبر لا يوجد أي تغيير. بالنسبة لحركة المعبر ستكون الحركة كما هو معتاد من الساعة 7:30 صباحا حتى 9:30 مساء في كلا الاتجاهين. الجمعة والسبت دوام جزئي حتى الساعة 10:30، مع تمنياتنا بالسلامة لكافة أهلنا ومواطنينا. مع تحياتنا أكيد وتمنيات بالسلامة للجميع ومشكورة الجهود، يعطيكم ألف عافية. المقدم مصطفى دوابشي مدير شرطة معبر الكرامي، شكرا لك ويسعد صباحك. إذن حركة المعبر وساعات عمل المعبر كالمعتاد من 7:30 صباحا حتى 9:30 مساء بكلا الاتجاهين عدا يومي الجمعة والسبت حتى 10:30 صباحا. نتواصل على الهواء مباشرة وبرنامج فلسطين. صباح الخير. يا طير يا طير يا طير يا طير يا طير يا مساء يا طير يا طير يا رايح عالديرين تحميك عيوني وتصونك عين الله والله يا مسافر شعلاني هالغيري فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله يا طير يا طير يا رايح عالديري تحميك عيوني وتصونك عين الله والله يا مسافر شعلاني هالغيري فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله من العصافة حمل العطبرية
لا عدت وحيفة سلم ع بحرنا ما تنسى الناصري هالقاعة العربية خبر لي بيسان برجعة أهلها والله يا مسافر شعلاني هالغيري فلسطين بلادي حلوية ما شاء الله الكارم وطرابة مني لا يافا اشرب من ميتها رمي ورمى الله ما تنسى غياب يا ربي يا رايح عالتيري تحميك عيوني مكسورك عين الله والله يا مساك لحظات قليلة وننتقل بكم إلى الفاصل الإخباري لنتابع برنامج فلسطين صباح الخير في الجزء الثاني من هذا اللقاء اليومي تفضلوا بالبقاء معنا عكنس المامد بتلاحم حول الليل على الخليل وهدي بكرمها في بير السابع الرابع سلم ليل تحيا أريح بناخلها وكرمها ومرقع غزة وبوس ديرانيها أهلنا شامة ورجالة جبارة القدس العاصمي والأقصى عالمها إن شاء الله تجمعنا يا ربي بديارة صب على العيني خيمة وانطر المايا لو مهر الغالي يا زينة يرخص يا بنايا لو مهر الغالي يا زينة يرخص يا بنايا جزم بهم الأنباء. أهلا بكم. استشهاد المواطنين ليث أشرف منصر 21 عاما وأحمد أبو العيش 28 عاما وإصابة ثلاثة آخرين برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا حيث هدمت قوات الاحتلال منزلا كان يستأجره الأسير محمد أبو شاهين ما ألحق أضرارا مادية كبيرة بالمنازل المجاورة. وبارتقاء الشهيدين فجر هذا اليوم في مخيم قلنديا ارتفع عدد الشهداء إلى 88 شهيدا منذ بداية شهر أكتوبر الماضي. وفي إطار إعلان حركة فتح عن مهرجان إحياء ذكرى استشهاد الخالد ياسر عرفات وإعلان الاستقلال المقرر اليوم على دوار المنارة أعلنت الحركة عن إلغاء المهرجان ودعت جماهير شعبنا إلى المشاركة في تشييع جثماني الشهيدين في مخيم قلنديا. هذا وتدور مواجهات في هذه الأثناء بين الشبان وقوات الاحتلال عند حاجز عطار العسكري شمال غرب رام الله. وفي بيت لحم إصابة 4 شبان برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم الدهيشي ودهمت منازل المواطنين واعتقلت الفتاة دنيا علي مصلح 19 عاما. إصابة صيادين بجروح متوسطة برصاص زوارق الاحتلال في بحر بلدة بيت لهيا شمال قطاع غزة. وقوات الاحتلال تعتقل الشابين صابر اللحام 32 عاما ومحمد أحمد نبهان 30 عاما من مخيم عسكر شرق نابلس. في جنين اعتقال الجريح على حسن وشاحي 27 عاما من جرح الانتفاضة الأولى بعد الاعتداء عليه بالضرب والعبث بمحتويات منزله ومنزل شقيقه وسرقة 3000 شيكل من المنزل
واعتقال الشاب أنس محمد عتوم 26 عاما بعد دهم منزل ذويه في الحي الشرقي في جنين. في الخليل، قوات الاحتلال تدهم منزلي الشهيد رائد جردات والأسير عزام شلالدي، وتقوم بأخذ قياسات المنزلين فجرا، وتعتقل 5 مواطنين، 4 منهم في مدينة الخليل وآخر في بلدة يطا. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بعد مداهمة منازل المواطنين في بلدة السلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي يقول إن جريمة قوات الاحتلال في مخيم قلندية فجر اليوم تدلل على نية الاحتلال تصعيد الأوضاع، مستغلة انشغال العالم بقضيتي تفجيرات لبنان وباريس. اللجنة السياسية لمنظمة التحرير تعقد غدا اجتماعا لبحث آلية تنفيذ قرارات المجلس المركزي لإعادة النظر في العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي. نائب رئيس المجلس الثوري لحركة فتح فهم الزعرير يقول إن المؤتمر السابع للحركة لن يتم عقده يوم 29 من الشهر الجاري كما كان مقررا بسبب التطورات الميدانية. رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس يحذر من اعتداءات جديدة قد تضرب فرنسا في الأيام أو الأسابيع المقبلة. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يأمر بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض وسائر المباني الرسمية ابتداء من اليوم حتى الخميس المقبل، حدادا على ضحايا الاعتداءات التي شهدتها باريس. في حالة الطقس، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا. نهاية الموجز، إلى اللقاء. مع بالتل خط النت ب19 شيكل صار. للاشتراك يرجى زيارة أقرب معرض اتصالات أو أحد موزعين المعتمدين، ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 199 مجانا من الهاتف الثابت. لإعلاناتكم عبر صوت فلسطين يمكنكم الاتصال على الرقم 0598818573 أو تليفاكس 0222953937 أو راسلونا عبر البريد الإلكتروني vop.m@pbc.bs. مجددا نحييكم مستمعينا أينما كنتم، ونتواصل معكم على الهواء مباشرة وبرنامج فلسطين. صباح الخير. بحبك يا فلسطين، بحبك يا بلادي.
اسمك على شبين والراس فيك عايش أطيب الناس اسمك على شبين والراس انت امي وجوه دم فيك بنسى وجع وهم نتواصل على الهواء مباشرة من صوت فلسطين وبرنامج فلسطين صباح الخير. أرحب بالمقدم لؤي رزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية. صباح الخير إليك سيد لؤي. صباح الخير ريما, صباح الخير للسادة المستمعين. يسعد صباحك. الكشف عن ملابسات سرقة ما يقارب 60,000 شيكل في محافظة نابلس, بتفاصيل هذا الموضوع سيد لؤي. صحيح, يعني قبل أيام أو يومين بالتحديد تلقت الشرطة شكوى من مواطن يفيد فيها بتعرض محله الكائن في منطقة روجيب للسرقة وسرقة مبلغ 60,000 شيكل أو ما يقرب من هذا المبلغ, وعلى الفور باشرت الشرطة بإجراءات البحث والتحري إلى أن تم الاشتباه بشخص تم إحضاره وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بعملية السرقة من داخل المحل دون أن يكون هناك كسر أو خلع في هذا المحل, وتم توقيف هذا الشخص لحين استكمال الإجراءات القانونية وتحويله إلى النيابة العامة من أجل اتخاذ المقتضى القانوني, وهذا هو واجب الشرطة بمتابعة قضايا المواطنين. بالتأكيد. طيب أنا حابة أرجع معك شوية سيد لؤي رزيقات فيما يتعلق بقضية كانت قد وردت لنا سابقا في برنامج فلسطين صباح الخير وتمت المتابعة في الحقيقة من قبل الشرطة, ولكن للأسف الشديد يعني عاودت هذه القضية والإشكالية مرة أخرى تحديدا في قرية شقبة في محافظة رام الله والتي تتعلق بالسيارات غير القانونية في هذه المنطقة, مما شكل طبعا يعني خطر سواء كان على السائق وعلى المشاة على أهالي المنطقة بالكامل. كيف يمكن معاودة متابعة مثل هذه القضايا؟ نعم صحيح, يعني الشرطة بشكل يومي تتابع هذه القضايا وخاصة في المناطق الريفية, وهذا الأمر يحتاج إلى بعض الإجراءات للوصول إليها, لكن هناك متابعة, هناك ضبط بشكل يومي لهذه المركبات, هناك إتلاف أيضا للمركبات بعد أن يتم التأكد من عدم قانونيتها تقوم الشرطة بإتلافها, لكن هذا الأمر أيضا يحتاج إلى ثقافة من قبل أولياء الأمور والذين يتوجب عليهم منع أبنائهم من قيادة مثل هذه المركبات لما لها خطورة حقيقة, خطورتها كبيرة جدا سواء الخطورة الصحية صحيح. الأمنية السياسية الاجتماعية, كثيرا من هذه الخطورة تتشكل على المواطنين على السائق, لكن المواطن لا يشعر بهذه الخطورة إلا إذا ارتكب حادث سير في هذه المركبات, عندها يفيق ولي الأمر أو السائق. لذلك نحن عبر إذاعتكم الكريمة نناشد المواطنين بضرورة أخذ العبرة من الذين ارتكبوا حوادث طرق بهذه المركبات وتكلفوا بإجراءات كبيرة سواء من دفع تكاليف للمستشفيات من أجل العلاج أو التكاليف الاجتماعية أيضا من خلال العطاوة العشائرية والإجراءات العشائرية التي تتخذ ما بين المواطنين, قم أيضا بدفع تكاليف. نعم. هذه القصص يعني نوردها للعبرة, ولو كان في هناك مجال لأعطينا أمثلة كثيرة على هذا الأمر. نعم. لكن يعني أعتقد أن يعني الأثار السلبية من هذه الظاهرة السلبية واضحة للجميع, ولكن هي بحاجة أيضا إلى ردع
سيد لؤي. يعني كان هناك حملة في السابق في قرية شقبة تحديدا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات، وبعد انتهاء الحملة عودت هذه الظاهرة بالظهور مرة أخرى. فأنا اللي بسأل فيه الآن، يعني هل ممكن إعادة هذه الحملة مرة أخرى متابعتها بتفاصيلها؟ يعني تحديدا في شقبة، لأنه كانت الملاحظات التي وردتنا من عائلات في قرية شقبة. نعم أختريما، يعني الشرطة لا تتوانى في القيام بواجبها في أي مكان، لكن هناك في بعض الأماكن تحتاج إلى إجراءات، تحتاج إلى تنسيق من خلال الارتباط العسكري الفلسطيني من أجل التوجه إلى بعض المناطق التي لا تخضع للسيطرة الفلسطينية. هذا الأمر الذي يؤخر عمل الشرطة في هذه المناطق ويساهم في انتشار هذه المركبات، لكن هناك حصر وهناك متابعة بشكل سري من قبل الشرطة لسائقي هذه المركبات، وفي حال الوصول إلى هذه المنطقة بالتأكيد سيتم القضاء على هذه المركبات، وحتى لو يعني تكررت الشرطة موجودة وستبقى تعمل ضد هذه المركبات إلى أن يتم القضاء عليها. لكن حقيقة يعني يجب أن نعمل أيضا جنبا إلى جنب مع الوزارات الأخرى والجهات المعنية من أجل إيجاد حل جذري لهذه المركبات. لا يكفي أن تقوم الشرطة بضبطها وأن يقوم المواطن بشراء مركبة أخرى، لكن يجب أن نعمل على حلول أخرى مثل إيجاد بديل للمواطن يستطيع أن يقوم بشراء مثل هذه مركبة، مش مثل هذه المركبة لكن مركبة قانونية. نعم قانونية. هذا الأمر يجب أن تتضافر الجهود من الجميع، من وزارة النقل والمواصلات، من المستوى السياسي، من الشرطة، من أجل أن نبحث عن بديل، لأنه جهد كبير بذلته الشرطة في محاولة القضاء على هذه المركبات لكن ما زالت موجودة لرخص ثمنها وسهولة وصولها إلى المناطق الفلسطينية. لذلك يجب أن نعمل جميعا على إيجاد بديل مناسب قادر المواطن أن يشتري حتى يتم التخلص من هذه المركبة. نعم، بالإضافة إلى الإجراءات التي تقوم أو يقوم بها جهاز الشرطة في متابعة هذه القضية. بالتأكيد الإجراءات مستمرة بشكل يومي، وأنا أؤكد لكم بأن هناك ضبط شبه يومي لا يقل عن 20 مركبة بشكل يومي يتم ضبطها في جميع المحافظات، وأقل معدل طبعا 20 مركبة في أيام يكون هناك 200 و300 مركبة تقوم الشرطة بضبطها وإتلافها على مستوى محافظات الوطن، لكن هذا الإجراء لا يكفي لإنهاء هذه الظاهرة. الإجراء الصحيح أن نقوم بتوفير بديل للمواطن. شكرا جزيلا لحضرتك المقدم لؤي إرزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية. شكرا لك، يعطيك العافية. آدم كن على الأرض هالدارة، إنتو الأحبة والكون الصدارة. حقق آدم كن على الأرض هالدارة، إنتو الأحبة والكون الصدارة. حقق آدم كن على الأرض هالدارة، إنتو الأحبة والكون الصدارة. حقق آدم كن على الأرض هالدارة.
نتواصل على الهواء مباشرة من صوتي فلسطين وبرنامج فلسطين صباح الخير المهندس يوسف مسعود رئيس قسم الأشغال في بلدية نابلس. صباح الخير لحضرتك مهندس يوسف. يوسف نصر الله أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. معنا اتصال من مواطن وملاحظة يعني عنده قضية خلينا نسمعها مع بعض. ألو أخي الكريم. ألو مرحبا. مرحبتين أهلا وسهلا تفضل. اسمك لو سمحت. علاء من طول كرم. أهلا وسهلا فيك أخي علاء. نعم حياك الله. نعم. أنا في عندي مشكلة صغيرة مش صغيرة هي كبيرة إحنا رحنا ما نموت فيها بالنهاية. نعم. فإحنا كنا بنابلس يوم الخميس الساعة 6:30 المساء تقريبا. وأنا من زمان على نابلس فهم عاملين شارع جديد وأنا مش سمعت السرعة القانونية هم 50 وكانت في شحن ماشي قدامنا. فالشحن هاي ماشي وخاصة على المنهل تبع الشوارع بكون هذول. طيب. وأنا كنت وراء ماشي السرعة القانونية أجيت أنا وراء ورفعت المنهل هاي الغطاء. أنا جيت خفضت العجل يعني قد ما تكتبت عنها بالتبريدية خفضت العجل خربت الدنيا السيارة من تحت قربت السيارة على جنبها اليمين. نعم. وزحلكت يعني حوالي 10-15 متر يعني كان في أجل الشرطة وأجل التأمين وأجل البلدية وزي هيك بعرف إيش إذا أجل البلدية حتى فكان السبب كان السبب فيها الشحن. نعم. مش السبب الشحن السبب انها مش مثبتة بشكل جيد فانه يعني سيارة يعني بحجم كبير وبثقل كبير. نعم يعني اثرت بشكل مباشر على الشارع. نعم. فهاي مشكلة بتخبط يعني كل شحنية تخبط على منهل تروح ترفع المنهل هاي تيجي سيارة وراها تقلبها بتخبط لها عندنا في بلدية كبلدية نابلس كمدينة كبيرة يعني. يعني ألف حمد لله على سلامتك المهندس يوسف نصر الله مرة أخرى صباح الخير. يعني استمعت طبعا للملاحظة. نعم. يسعد صباحكم حبيبنا على أولا الحمد لله على سلامتك يا هذا واحد اثنين. أنا يعني حسب الموقع الله يسعدك حسب الموقع اللي يعني تخيلته محل ما تحكي هي المدخل الغربي لزواتة تحديدا اللي هي المنطقة اللي مقابلة لعمارة الصدر وجوز جامع حبيشة وبرضه في هناك منشار حجر. هلا هذا الجزء كويس هو خارج حدود بلدية نابلس يعني اثنين. انا اللي كنت يعني فاهمه من الله من قبل انه هذا يعني هي حفره موجوده بالشارع بينما انا هناك قاعد على المنهل غطاية منهل يعني الغطاية هذه مفتوحه يعني او مشيوله. لا انت في كبليها كانت في كبل هاي المنهل اللي فتح كبليها كان كبليها بوحدي كانت واحدة عليها انا شفتها يعني الغطاء موجود لا هو ارتفع الغطاء لما مرت الشاحن يعني بسهوله يعني ما كان مثبت بالشكل المطلوب فمباشره تم يعني انزال بس بمرور الشحن عن هاي الشارع. نعم. طيب هلا اخوي انا بس خلينا احدد الموقع يعني باكثر دقه يعني على اساس انه اول شيء انا اولا المنطقه هي خارج نطاق حدود بلدية نابلس هذا للعلم. اثنين هذا برضو حتى لو كانت هيك يعني لا يعفي انه لا يمنع انه احنا برضو يعني ننزل ونشوف ونثبت ربما يكون في اكثر من غرفة بنفس الطريقة محل ما تحكي. بس انا خليني احدد الموقع تماما حتى انا اقدر انزل اشوف المنطقة هذه واشوف الاجراء اللي ممكن نتخذه حتى مع الاخوان اللي اشتغلوا بالموقع يعني سواء كانت لها علاقة مع أنا أخي علاء حدد الموقع بشكل جيد للمهندس يوسف حتى يتمكن طبعا من بعد تحديد هذا الموقع. نعم. من متابعة القضية. نعم اتفضل أخي علاء. بالضبط في هيني أنا محل الحادث موجود بالضبط. أنا لأني طالع على نابلس أجيت وقفت محل الحادث. الحادث في شركة مواد البناء وفي مفروشات الباسل. مفروشات الباسل يعني يعني عند أي مدخل لمدينة نابلس في أي منطقة بالتحديد إيش اسم الشارع يعني هاي التفاصيل. هو شارع بتيبة الجديد يعني عاملين هم شارع جديد أنا بعرفوش يعني من زمان ما دخلت على الشارع هذا. نعم فهو عندي يعني بعرفش انا في نابلس كثير بس في يعني انا موقع الحادث حاليا موجود.
طيب عزيزي انا بس حتى يعني برضو ما اضيعش وقتك عن ابنك، هلا انت بامكانك يعني تاخد رقم جوالي؟ طيب من خلي تتبع نعم تحت الهواء تبع مع المهندس يوسف. نعم وطبعا بتفاصيل الموقع تفضل مهندس أنا يوسف. انا يعني بالضبط تاخد رقم جوالي هلا لو حكيتني، انا راح انزل يعني بجميع الاحوال ربما بجوز مش بهالعشر دقائق او ربع ساعه راح انزل على الموقع وافقد المنطقه واحكي معك من المنطقه من هناك. طيب اللي احدد اشوف له هو ممكن ينتظرك يعني ايضا اكثر من منهول له نفس الوضعيه يعني يعني ربما تكون يعني على المنهول مكتوب بلديه نابلس. يا اخوي المناهل كلهم بنحط عليهم بلديه ثانيه مش المناهل لانه هم هيك يطلب المناهل بس المنطقه يعني اذا كانت طيب هلا في حال تحديد الموقع مهندس يوسف وتحديد هذا الطريق وهذا الشارع ومكان الحادث سيتم اتخاذ الإجراء فيما يتعلق بالمناهل وتثبيتها وإلى ذلك، لكن إذا رجعنا إحنا لهذا المسبب اللي أثر على المواطن قلبت سيارته تعرض لحادث مؤسف يعني والحمد لله على سلامته، لكن يعني بهذه الجزئية في النهاية من يتحملها؟ يعني والله خلنا بقدر أقول مين بيتحمل المسؤولية لأن الموضوع بعرف شنو ده العلاقة بالتأمين إذا العلاقة يعني ينفحص الشارع بالفعل في مشكلة بالمنهل يعني بدأ على الأقل فحص يعني في الحادثة اللي نشاف شو الموضوع وبالفعل مين المتسبب الرئيسي يعني. نعم وكان معي أختنا كان معي يعني ابن أخوي ومرته حامل يعني في النهاية نعم يعني كان راحوا الاثنين يعني الحمد لله على سلامتهم يعني الحمد لله على سلامتهم يعني حوادث السير والمرور ما يعني معروفة في أي لحظة يعني وكثير مظبوط يعني لكن أو يعني إحنا دائما يعني بنحذر من دائما الالتزام بالقوانين الالتزام بقواعد المرور لنتفادى الحوادث والإصابات، لكن هو هون كان ملتزم بكافة القوانين وللأسف كان الخلل في الشارع، فهاي القضية أنا اللي بحكي فيها يعني, يعني إذا في كاميرات هون بتحدد لك إني أنا كنت ماشي ورا الشاحن ومش راضي أتجاوز نعم ولأن الشارع ما بقع بالشارع في كاميرات لا ما بعتقد بالشارع في كاميرات إلا في يعني محلات يعني قريبة بس الشارع نفسه لا ما في كاميرات يعني هي راح تحدد سرعتي لأن هي بعد دوار بشوي هي يعني كان في الدوار الثاني اللي عند نزلة تونس بعد الدوار بشوي يعني كدش الشاحن بتمشي نعم يعني مش راح تسرع الشاحن في النهاية. طيب بتواصل معك على الجوال إن شاء الله رح تحت الهواء رح نزودك برقم الأخ المواطن ورح نزوده أيضا برقم حضرتك مهندس يوسف. يعني أنا شوي بدي أستغل أيضا وجودك معنا عن مدى الاستعدادية والجاهزية أيضا لدى قسم الأشغال في بلدية نابلس في مواجهة فصل الشتاء ويعني الحمد لله أمطار خير وفي انتظار أمطار الخير إن شاء الله، يعني فيما يتعلق يعني لربما في بتشكل الفيضانات والسيول لا قدر الله، يعني مدى الاستعداد والجاهزية لديكم؟ ستي احنا اولا يعني في البلدية تحديدا تم عقد اكثر من لقاء وتم تشكيل لجنة طوارئ موجودة تعمل على مدار ساعة وقت الطوارئ بالإضافة هي جزء من غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وفي تواصل وتنسيق متكامل معهم. ما يتعلق في البلدية تحديدا يعني بشكل رئيسي موضوع العبارات اللي موجودة بالشوارع بالإضافة للمصافي اللي هذه بتم تنظيفها بشكل دائم وبشكل متواصل بالإضافة إلى أنه تم عملية تنظيف كل العبارات اللي موجودة على مداخل المدينة سواء كانت الشرقية أو الغربية تحديدا ربما المنطقة الغربية اللي أكثر عرضة للفيضانات اللي هو محل ما بيحكي الأخ بالنسبة للشارع هذا نفسه، ففي استعدادات موجودة آليات موجودة في تنسيق أيضا مع الإخوة مع القطاع الخاص في حالة حدوث ثلوج راح يكون برنامجها الآخر وضمن خطة تختلف نسبيا عن الخطة تبع الأمطار بالتحديد التنسيق موجودة. اثنين الموضوع يعني هو بحاجة ماسة للمواطنين التعامل مع أكيد. الموضوع عدم أكيد. الخروج في حالات إلا في حالات الطارئة ربما احنا حتى حكينا على موضوع بعض المواد البناء والأنقاض اللي موجودة للمواطنين هنا وهناك يفترض انه الجميع يكون زي الهواء مش مخلي عنده أي مواد موجودة على الشارع اللي لما تصرفها هذه راح تضطر تسكر المصارف وجزء من المناهل وبالتالي راح تعيق جريان تصفيف مياه الأمطار بمساراتها الصحيحة نعم وإن شاء الله أن الأمور بتكون خير.
إن شاء الله. أنا طبعا بشكرك جزيل الشكر المهندس يوسف نصر الله رئيس قسم الأشغال في بلدية نابلس, وتحت الهواء رح نزودك برقم الأخ المواطن, ورح نزود الأخ المواطن برقم حضرتك. يعطيك ألف عافية, شكرا للأخ علاء الذي توجه لنا في صوت فلسطين وبرنامج فلسطين. صباح الخير ويسعد صباحك أخي علاء, وألف حمد لله على سلامتك أنت والعائلة. إذن نتواصل على الهواء مباشرة وبرنامج فلسطين. صباح الخير. دوس على البنزين شوف عيوني شو حزين, انا مشرد انا مغرب انا خيا فلسطيني. بتراب العز غطيني نتواصل على الهواء مباشرة من صوت فلسطين وبرنامج فلسطين. صباح الخير. يوم أمس توجهت لنا الأخت سناء من جنين, كانت بحاجة للمساعدة من أجل ترميم منزلها في جنين. هذا المنزل بدون شبابيك بدون نوافذ وبدون يعني أي مقومات, تحديدا في فصل الشتاء والوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه الأخت سناء هي وعائلتها طبعا في هذا المنزل. تحدثنا مع السيد منصور السعدي أمين سر جمعية التكافل والتضامن الأسري في محافظة جنين ونائب محافظ محافظة جنين, الذي أكد بمتابعة هذا الموضوع اليوم. تحدثنا من لحظاتهم في الطريق لمنزل الأخت سناء من أجل المعاينة وتقديم يد العون والمساعدة في ترميم هذا المنزل وتقديم المناسب أيضا لهذا المنزل. إذن نتواصل على الهواء مباشرة وبرنامج فلسطين. صباح الخير. معنا اتصال جديد على أرقام الهواتف 02-9-5-8-0-2-9-4-8-9-0-2-9-7-9-7-6-2. ألو, صباح الخير سيدتي. أهلا, صباح النور. بداية أن أحيي شخصك وأحيي الإخوان في فلسطين, وأشكر إلى إتاحة الفرصة لتحدث إلى شعبنا وإلى أنفسنا جميعا. أول شيء يعني بداية أترحم على شهدائنا الأبرار اللي بيسطروا بدمائهم الزكية أرض فلسطين ضد الاحتلال الغاشم على أرضنا, وأتمنى الشفاء لجرحانا.
ما يعجز ليس جديدا ولا قديما. وفي ذكريات ثانية اللي أنا بتذكر اللي في 11 ذكرى استشهاد الرمز القائد أبا عمار رحمه الله، ثم عيد الاستقلال بالأمس، ونتمنى أن يكون على كامل فلسطين إن شاء الله. أبدأ بموضوعي المهم، وهذه يعني نداء ومحبة لشعبنا العظيم، شعبنا المعطاء المضحي بدمائه بروحه بكل شهدائه، بسطر بحافظ على مقدساته على مؤسساته. أهيب بشعبنا الكريم، شعبنا العظيم، الجواد الفلسطيني دفع ثمن الشعب الفلسطيني ومئات الألوف من الشهداء على كل الساحات الشرف وأسقط كل الوصيات. لذلك على الفلسطيني يحمل الجواد الفلسطيني، لأنه شرف طالما مكتوب عليه السلطة الوطنية الفلسطينية. هذا بغض النظر عن المصالح، من كان تاجرا أو له مصلحة ليحمل جواز عربي ليس مانعا. أما الجواز الفلسطيني فهو الأساس يا أخوان. أنت بتدفع 1000 دينار مشان تعمل جواز مؤقت لا يسمن ولا يغني. جواز الفلسطيني 50 دينار، ال50 دينار بتدفع على المؤسسة الأحوال المدنية، هذه تدفع للشؤون، تدفع للعائلات المحتاجة، تدفع للتعليم، تعلم بالصحة. وهيب بسيادة رئيس دولة فلسطين ورئيس وزراها والشؤون الداخلية وجهزة الأمن تطبيق الجواز الفلسطيني على جميع مسؤولينا الموجودين على أرض فلسطين. نعم، لأنه هذا تحياتنا لك. نعم ملاحظتك يعني بتمنى الجميع. نعم تحياتنا لك، تحياتنا لك، يعطيك ألف عافية. يعني وصلت الملاحظة، بشكرك على هاي المداخلة أخي الكريم، ويعطيك ألف عافية. إذن نتواصل على الهواء مباشرة، وبرنامج فلسطين صباح الخير. دهنا يا وطن بالشوق غالي، دهنا يا وطن بالشوق غالي، الحنين مكسروا بالصدر غالي. ومهما يكون حب الهجر غالي، إذا ترابك نده نحن الجواب. يا هلي وطني الغالي، مزمر خصرك بطماني. عالي يشبين العالي، كلل بسيوم الغالي. صوبك عطرو ببعيدي والعطر يفوح، تكبر فينا تنهيدي مطرح ما نروح. صوتك عطر ببعيدي والعطر يفوح، تكبر فينا تنهيدي مطرح ما نروح. اسمك أحلى قصيدي وحبك غني جديدي، اسمك أحلى قصيدي وحبك وبيرق مجدك بلالي، بيكتب مجدك بالنار. غالي يا وطني الغالي، مزمر خصرك
دهنا وفاتح بابك يا باب العيد وتاب الحب تابك يفضل ويزيد دهنا وفاتح بابك يا باب العيد وتاب الحب تابك يفضل ويزيد الشوق اللي بطرابك لما يعود زمر خسرت بالمار عالي عالي يشبين العالي كلام بس نتواصل على الهواء مباشرة من صوت فلسطين وبرنامج فلسطين. صباح الخير، اتصال جديد من الأخ وليد معنا من بير زيت. صباح الخير إليك أخي وليد. ألو. ألو صباح الخير. يا صباح الخير، يعطيك العافية. يسعد صباحك، الله يعافيك، تفضل. إن شاء الله يا ربي فلسطين بخير ويسلم راسكم وروح الشهداء يا حرام. نعم، أهلا وسهلا، أكيد التحية لأروح الشهداء. نعم نعم، أنا معكم على الهواء. هلا انت على الهواء مباشرة اخي وليد، تفضل. نعم، بدي اسال انا بالنسبة للموضوع اللي هو موضوع متحف المتحف الفلسطيني للصورة في بير زيت. في شارع هذا كان مقرر على المخططات الهيكلية الموجودة في البلدية وفي التنظيم انه هذا 12 متر. نعم 12 متر كامل طبعا مع رصيفين زائد فتحة الزفت الموجودة فيه. اتجعنا في قبل تقريبا هم بيشتغلوا لهم من 17/7 بيشتغلوا فيه. الان قاعدين بيعملوا في الارصفة في الحجر الكندريم تبع الشوارع. فوجئنا انه الشارع عرضه الزفتة 7 متر. الزفتة 7 متر. طيب والباقي 5 متر هاي بتروح وين تروح؟ يعني حطي هلا سيارتين. المفروض الخمسة متر تكون رصيف. من غير الرصيف يعني هلا في الزفتة. الناس ما بتمشي على الرصيف، تمشي بالسيارات، بتمشي على الزفتة. مزبوط ولا لا؟ السيارات صحيح. هلا انت حطي سيارتين قبال بعض على الزفتة، بوقف الخط ببطل الواحد يعرف يمرق. طيب ليش هذا الحكي؟ يعني مخطط بلدية ب 12 متر بنفتح على 7 متر. يعني وين البلدية موجودة في هذا الموضوع؟ ليش هذا الحكي وين البلدية؟ رح نعرف من المهندسة رشا الشريف، مهندسة بلدية بير زيت. صباح الخير إليك ست رشا. صباح الخير، يسعد صباحك، اهلا فيك. اهلا وسهلا فيكي، استمعتي طبعا للملاحظه؟ استمعت للملاحظه. نعم اتفضلي. بدي اوضح هون انه طبعا مشروع المتحف الفلسطيني هو مشروع من اكبر المشاريع اللي انشغلت في فلسطين كلياتها، وهو مشروع وطني لكل فلسطين. التصميم اللي تم تقديمه للشارع هذا اللي احنا بنسميه الاكسس رود او الشارع المؤدي للمتحف الفلسطيني تم تقديمه سابقا وتم اعتماده من بلدية. العرض الهيكلي له هو 12 متر ولم يتم تقليل العرض الهيكلي، لساته موجود عندنا على المخططات 12 متر. 12 متر اللي تقدم هو كونسبت جديد في الديزاين، هو اعتماد متر من كل طرف للخدمات مع اعتماد أرصفة حسب الأصول واعتماد خليني أحكي الزفتة اللي رح تكون أو أرض الأسفلت هو رح يكون 7 متر. ليش تم اختيار 7 متر؟ هلا في المعايير التصميمية عنا وفي التعليمات إنه الأسفلت لما بدنا نشتغله إما بنشتغله 3 متر أو 5 متر أو 7 متر أو 9 متر كمان أو 9 متر، بس وين الأرض بتاعتها 9 متر؟ يعني أنت في شارع معلش أنا سمعت تبريرات بكل أساس مع احترامي لك يعني في كل الموضوع، يعني شارع 7 متر أنت هذا شارع رئيسي، شارع بده يروح على المتحف إلى موقع حيوي جدا في بير زيت.
خاصة أنه تحدثتي مهندسة رشا أنه أكبر مشروع نعم على الشارع بسيارتين إذا بتعرف تمرق. خليني أوضح كمان شغلة. خليها تكمل تفضلي. أوكي هلا غير أنه مسارات الحركة هاي محسوبة على أنه تتوقف سيارة وأنها تضلها السيارات الثانية موجودة، هاي شغلة. الشغلة الإضافية على هيك إحنا في وقت خليني أحكي الرخصة لما تطلع بيطلع معاها مواقف الباركينج. المواقف لهذا الشارع ولهذا المتحف موجودة في أعلى الشارع، معمول عندنا مسافة باركينج كتير كبيرة في الشارع نفسه، وفي عندنا كمان باركينج جوا المتحف، وبالتالي السيارات لما بدها تيجي مش رح توقف عند بيوت المواطنين ولا رح توقف على طول الشارع. نعم. لأنه في عندي محسوب أنا 40 دنم هدول اللي تم ترخيصهم، محسوب نسبة باركينج قانونية تم احتسابها بشكل كامل، إضافة زي ما حكيت لكم إنه في عندي خليج سيارات موجود في أعلى الشارع لحتى توقف السيارات اللي جاية تزور إذا ما بدهم يدخلوا جوا حرم المتحف الفلسطيني. نعم. وبالتالي موضوع السيارات ووقفة السيارات ما في ولا سيارة راح توقف عند بيوت المواطنين أو إنها تزعجهم أو إنها تقلل من الحركة الخاصة فيهم. اتفضل أخي وليد، اتفضل. صوتك صار كتير بعيد. ألو أيوة تفضل. أنا أنت يعني كمتحف ما بقدر يمنعني أني أوقف سيارتي بباري. أنت الباركينج اللي بدك إياه لا أنا لما بدي أجي أقضي غرض في بيتي وأسحب حالي وأقعد 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة ما بقدر أسير السيارة في الكراج رايح جاي كل مسكين. إذا سيارتي تطلع لا عشان تكون الصورة صحيحة من طرف البلدية، احنا ما بنمنع حدا انه يوقف سيارته في الشارع. استنى شوي اخي وليد، استنى شوي، خليني انا راح اسمع منك بالكامل ردك على الملاحظة، بس خليني استفسر منها بشكل تفصيلي اكثر. تفضلي ست رشا. انا اللي حكيته انه حركة الزائرين للمتحف الفلسطيني اما انهم يتوقفوا في الخليج السيارات اللي موجود في اعلى الشارع واللي هو بيجي ملاصق لبوابة المتحف او ممكن انهم يصفوا جوا المتحف نفسه، بس انا ما حكيت ولا اي شيء عن اني امنع واحد من المواطنين انه يصب سيارته. هذا الشيء نهائي مش فري باب بيته، الشيء نهائي مش وارد. طيب هاي نقطة بس وبتقدر السيارات الثانية اللي بدها تمر على المتحف تضلها مستمرة بكل اريحية في الحركة. طب ست رشا انا عندي استفسار، انت ذكرتي في بداية حديثك انه هذا يعتبر من اكبر المشاريع في فلسطين. لما احنا بنحكي مش من المفترض انه تكون الطريق مهيئه بالشكل الذي يليق بهذا المشروع؟ يعني انت بتحكي انت عن 7 متر وانتوا اصلا يعني من البدايه المصادق عليها 12 متر، فعليا تم تنفيذ 7 متر من هذا الشارع. ما تم تنفيذ 7 متر، انا بحكي 7 متر عرض السلط عرضه مزبوط، ولكن من البدايه المصادق عليها 12 متر وانت ذكرتي. انا ما بقدر ازفت لو سمحتي، بس انا كمان ما بقدر ازفت 12 متر، في شيء اسمه ارصفه. طب ماشي انا زفتت 12 متر، الناس اللي بدها تكذر وين تروح؟ وين تمشي؟ تندعس؟ نعم صح. انت احكي لي واحد بده يروح على سبيل المثال بده يروح كزدره من دير زيت نصفه من طلاب الجامعه بدهم يروحوا على المتحف، بدهم يروحوا يمشوا، وين يمشوا؟ مش بحاجه لارصفه؟ الناس هذول نفسهم لما يطلع من باب بيته للشارع مش بحاجه لرصيف يحميه؟ نعم. يطلع دغري يلاقي السياره في طريقه. وما كان بالامكان انها تكون 9 متر يعني بزياده شوي حتى انه لانه ساعتها انا بضيق كثير على الارصفه. هاي شغله. الشغله الثانيه انا بحكي لك عن موضوع الخدمات. انت الرصيف لما تمشي عليه بكل اريحيه، لما يكون ما في عندك عمود ولا شغله تعيقك في الرصيف نفسه، بالتالي هذا بيأمن لك حركه كثير مناسبه لك على الرصيف. انا هيك بضمن الحركه تمام للسيارات وللمواطنين كمان وبحميهم. يعني انا الشارع وضحت الصوره. نعم. المواطنين. نعم وضحت الصورة. اتفضل أخي وليد. يعني أنت بتقولي إنه لازم توفر، هي وفرت رصيف مريح للناس على الشارع. بتعرفي إنه في بعض الأماكن الرصيف لا تتجاوز المتر في الشارع. إذا بتتفضلي أنا مستعد أجي أجيبك وأخذك وأرجيك الشارع على الواقع. نعم. أنا بعرف الشارع وبعرف الأرصفة اللي كانت لازم تكون متر ونص ومتر 20 ومتر 60 قاعدة بتنحصر، ما بتساوي الرصيف اللي بهم يعملوه أكثر من متر واحد بس،
وفي بعض في بعض المناطق موجود على 90 سنتي وفي بعض المناطق على 70 سنتي. أنو بني آدم بيقدر يمشي عربية واحدة بدها تمشي على الطريق تقدر تمشي؟ ما بيقدروا يمشوا ولا بني آدم. هي بتقول إنها قاعدة إنها بدها تأمن حركة المواطنين في الشارع وعلى الأرصفة. هذا الحكي مش مزبوط مع الأسف الشديد. الشارع الشارع لما أنت بتحطي سيارتين يعني على الشارع أفرض إني أنا كان حط سيارتي بكون في صعوبة بكون في صعوبة في ال بدي أطلع واقف على الجهة على جهة اليمين من الجهة الثانية لا يستطيع سيارة غولف تمرق من بين السيارتين. نعم. ما حدا بيقدر يمرق. وبعدين هذول سيارات انت هناك في مواطنين موجودين على الشارع بدهم يوصلوا سياراتهم. نعم. مش بدهم يجوا وقفوا تموا رايحين يرمحوا للمتحف. انا ما بحط سيارتي في المتحف انا بحط سيارتي باب داري. شايفين؟ فللأسف الشديد يعني هذا الحكي كله فيه مغالطات كثيرة. نعم. انت انت لانك انت لانك ساكن بهذا الشارع انت ساكن بهذا الشارع يعني اخي الكريم اخي وليد اخي وليد يا ريت تسمعني اخي وليد اخي وليد انت ساكن بهذا الشارع؟ نعم ساكن بهذا الشارع. نعم. ليش انا بحكي؟ نعم. وما ساكن بهذا الشارع. عندي ثلاث سيارات لي ولاولادي. لما بدك تيجي توقفي سيارة على الشارع وواحد ثاني واقف بده يطلع من باب الدار لا تستطيع السيارة يعني هلا انا اذا بدي اطلع احط السيارتين قبال بعض ولا بني ادم بيقدر يمرق. نعم. يعني نعم. انا هلكيت بدي يعني سيارتي واقفه وبدي اروح احط سياره ثانيه على الجهه الثانيه شايفين ما حدا بيقدر يمرق. بعدين نعم. هذا شارع تويز يعني رايح جاي ما حدا بيقدر يمرق فيه ما حدا بيقدر يمنع حدا انه يوقف على واحد على السايد والثاني على السايد الثاني المقابل له. فانا يعني من حرارتي على هذا الموضوع بعرف انا شارع لازم ينعمل على اصوله يفتح على اصوله. المتحف فيه عنده تمويل كبير جدا لكن لا اعرف انا ليش بوقف على هذا الموضوع. في شغله ثانيه انا بدي اقول لك اياها. انا هذيك اليوم حكيت مع اعضاء مجلس البلدي اعضاء مجلس البلدي فيش فيهم واحد بعرف انه هذا بيعرفوا كلهم انه هذا الشارع 12 متر وهذا الشارع انه لما بنفتح بالقسم المشاريع الهندسيه في بلديه بير زيت تطبق عليه الانظمه الموجوده في التنظيم الهيكلي. نعم. 12 متر 12 متر ولكن فعليا لم تطبق. نعم 12 متر. نعم. فوجئنا رحنا على البلديه اللي بتكون هذا الشارع بده ينفتح 7 متر احنا قدرناه على 10 متر بده يفتح على 10 متر ويشغل فيه على 10 متر. قالوا لها كيف انت بدك تقولي 12 متر وقعدت تثبت فيه على 10 متر وليش احنا ما عرفناش كمجلس كاعضاء مجلس بلدي. كانت انا قدمت لكم هي سرت انه الاعضاء المجلس البلدي فيش واحد يوم شاف المخطط المشروع اللي في الشارع. نعم. يعني مسلمين الموضوع للقسم الهندسي والله يا ست. نعم نعم مهندسه رشا يعني واضح انه في خلل حتى لم يتم مراعاه وضع المنازل والسيارات. بس استنى الاخ انا بس استنى الاخ يكمل خليني بقدر ارد هلا. تفضلي تفضلي. طبعا في معلومات كثير من اللي حكاها الاخ ابو خالد كل الاحترام له بس في معلومات من اللي حكاها مش جميعها صحيحه. تم الاعتماد المخطط اللي احنا عم نحكي عنه وتم عرضه على اعضاء المجلس البلدي. هذا الحكي تم في بدايه المشروع وبالنهايه انا في عندي سياسه بلديه وفي عندي مجلس بلدي هو مرجعيتي. فهو اذا في اي ملاحظه كان المفروض انه تقدم فيها للمجلس البلدي وللبلديه وهذا تم بالتوافق انه نستقبل. نعم. احنا ما في عندنا اي مشكله انه نستقبل. يعني انا هلا حاليا بحكي معك موجود معي رئيس البلديه وموجود معي نائب الرئيس. نعم. كان موجود معي مدير البلديه احنا على تواصل تام مع المواطنين ما في عندنا اي مشكله بتوردنا ما بنرد عليها حسب الاصول. زي ما بحكي لك مش كل المعلومات اللي انحكت هي معلومات صحيحه ما بدي اقعد افند هلا شو الشيء الصحيح ومش الشيء الصحيح. طيب. بس احنا كمان في عندي سياسه في المجلس البلدي. طيب. وهم طيب. هذا المشروع هذا المشروع تم بموافقه كافه الاعضاء ورئيس البلديه بالموافقه والتوقيع والتصديق على هذا المشروع يا ست رشا مهندسة رشا. عفوا قلتك تعيد السؤال كمان مرة. لا أنا اللي بسأل فيه إنه كان بالموافقة والمصادقة من كافة أعضاء ورئيس البلدية بلدية بير زيت. نعم. يعني بالإجماع طبعا هناك. نعم. إثباتات على هذا الموضوع. طيب تم مراعاة المنازل التي تقع بهذا الشارع تم أخذها بعين الاعتبار مصالح طبعا المواطنين طبعا. وفي مراسلات في هذا الموضوع مع الشركة المنفذة ومع الشركة الاستشارية اللي بتقوم على بالإشراف ومع ممول المشروع وكل إشي موجود عندنا. إضافة لأنه إحنا أي إشي بتشتغله البلدية بتم نشره على صفحة الفيسبوك. نعم. إحنا ما في. شوف. نعم نعم أخي وليد يعني. نعم. إن كان لديك أي
تفاصيل تؤكد عدم صحة ما تم تنفيذه بهذا الشارع، فبإمكانك التقدم بشكوى رسمية. يعني إحنا دورنا بالإعلام أنه نتابع، ولكن نحن لسنا جهة قضاء. لكن إذا كان لديك ما يثبت بأنه كان هناك لم يتم اتخاذ الإجراء المناسب في هذا الشارع، لم يتم مراعاة المنازل والمواطنين الذين يقطنون هذا الشارع، فبالإمكان طبعا أن يكون هناك إجراء على مستوى قانوني في متابعة هذا الموضوع. شكرا جزيلا لحضرتك أخ وليد، شكرا للمهندسة رشا الشريف مهندسة بلدية بيرزيت، يعطيكم العافية. إذا نتواصل على الهواء مباشرة وبرنامج فلسطين صباح الخير في حال تم تقديم هذه الشكوى، ستتابع بالتأكيد من ناحية إعلامية من خلال برنامج فلسطين صباح الخير. إذن نتواصل حتى تمام 11 دقائق قليلة تفصلنا عن نهاية هذا اللقاء. أعياد البيدر تكبر في غمر القمح المتهادي تحت المنجر، تكبر في الأعمار وفي أعياد البيدر، تكبر في غمر القمح المتهادي تحت المنجر، في تعب الحصادين وفي عرق الحصادين، في تعب الحصادين وفي عرق الحصادين، وتكبر في الموال لبلده مساء. نتواصل على الهواء مباشرة وبرنامج فلسطين صباح الخير. اتصال جديد وملاحظة. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي العزيز، في عندي ملاحظة. أنا بسكر سائق تاكسي. أهلا وسهلا، تفضل. الله يبارك فيك. فإحنا من خاصة في مدينة حضر مالا الدير في أزمة كتير، خاصة عندنا موظفين وإشي. في أي منطقة تحديدا؟ نعم، في أي منطقة تحديدا؟ إحنا في منطقة البير يعني تحديدا. نعم في البير. نعم نعم. بتعرفي فيش لما منوصل السفريات الخاصة الناس على رام الله وعلى البيرة في منطقة رام الله، ففيش مواقف إن نوقف فيها كتاكسيات سفريات خاصة ننزل للركاب. صحيح صحيح. فيش يعني هذا منعاني منها، منعاني منها. يا ريت إنه منطالب المسؤولين والجهات الخاصة توفير مكان خاص للسفريات الخاصة، بتعرف أسهل ومنحل أزمة وحركة. ما بدل انا اخذ سفريه من رام الله على المصيون، لا باخذ سفريه من البير من رام الله على البيره، يعني بيكون اسهل الوضع. نعم صحيح. يعني ملاحظتك بمكانها، أنا بشكرك على هاي الملاحظة وبوعدك بمتابعتها غدا مع جهات الاختصاص، وإن شاء الله بكون في حل. هي لا تقتصر فقط على منطقة رام الله والبيرة، أنا بعتقد على كافة المناطق بحاجة لمواقف محددة في الطرقات، سواء كان التاكسي أو للحافلات أيضا العمومية، من أجل أن تتوقف بشكل مناسب، وطبعا في تنزيل والركاب في المناطق المحددة والمخصصة لهذه المركبات. هذا ما نفتقده في الحقيقة. نتمنى طبعا أنه يتم الأخذ بهذه الملاحظة والعمل من أجل يعني أن يكون الوضع بشكل أفضل. غدا ستتم المتابعة. إذن نتواصل على الهواء مباشرة وبرنامج فلسطين صباح الخير. انتهى اللقاء لهذا اليوم، على أمل أن يتجدد غدا وبنفس الموعد بحوله تعالى. كل التحية وأجمل التحيات من فريق العمل، يعطيهم ألف عافية، وسام حمد في الهندسة الإذاعية، مدحت جبارين بالمكتبة الموسيقية، ورشا الترتير، محمد أبو ظاهر في الإعداد والإخراج والمتابعة. كنت معكم على الهواء مباشرة ريما الجمرة. إلى اللقاء.